كانت تستحق موهبته أكثر مما وصل إليه في عالم كرة القدم، وبالأخص خلال مشواره داخل صفوف نادي الزمالك، إلى أن بعض الظروف لم تعينه على ذلك ليبزغ نجمه في صفوف عدد من الأندية الأخرى بالدوري الممتاز. هو النجم إسلام فتحي. إسلام فتحي من مواليد يناير من عام 1970، وبدأ رحلته مع المستديرة في صفوف فريق غزل شبين قبل أن يكتشف علي شرف موهبته ويقوم بضمه لصفوف فريق الناشئين بنادي الزمالك وهو في 15 من عمره. ويتم تصعيد إسلام فتحي لصفوف الفريق الأول بالزمالك موسم 1988-1989، ويخوض مباراته الأولى أمام المقاولون العرب قبل أن يكتفي المدير الفني ديفيد ماكاي بقيد اثنين فقط من فريق الشباب بالنادي ضمن قائمة الفارس الأبيض، لينتقل إسلام فتحي لصفوف القناة وينضم على إثر هذا التألق لصفوف منتخب مصر الأول، كذلك المنتخب الأولمبي والمنتخب العسكري. عودة قصيرة لإسلام فتحي من جديد طرق خلالها أبواب القلعة البيضاء في موسم 1994-1995 قبل الرحيل مجدداً لصفوف القناة ومنه إلى غزل السويس، وإسدال الستار على رحلته الكروية في عام 2003 مع فريق بلدية المحلة. إسلام فتحي الذي تميز بقدرات فنية وبدنية مميزة ومهارة كبيرة في تسليم وتسلم الكرة قبل أن يبدأ في تحد جديد مع المستديرة من خلال عالم التدريب وتولي مسؤولية فريق 99 بنادي حرس الحدود. أما مصطفى إبراهيم فانضم للزمالك وهو في 16 من عمره بعد أن خطفت موهبته في صفوف فريق بلبيس بمسقط رأسه بالشرقية أنظار كشافي القلعة البيضاء، ليصبح واحداً من أبرز هدافي قطاع الناشئين على مستوى الجمهورية. ولد مصطفى إبراهيم في الأول من أغسطس من عام 1970، ودون أول سطور تألقه بقطاع الناشئين بالقلعة البيضاء موسم 1986-1987، ليتم تصعيده للفريق الأول بالنادي وهو في 20 من عمره، وأطلقت جماهير الزمالك لقب هداف الجيلين على مصطفى إبراهيم لغزارة أهدافه مع فريق الشباب بالنادي ومع الفريق الأول أيضاً. ووقع مصطفى إبراهيم عقداً مع النجومية بتسجيل هدفاً في شباك الأهلي بلقاء القمة في موسم 1990-1991. الثاني للزمالك يجيبه مصطفى إبراهيم. مصطفى إبراهيم في 44. وكان مصطفى هدافاً لمنتخب مصر الأولمبي برفقة زميله محمد صلاح أبو جريشة بتصفيات دورة ألعاب برشلونة عام 1992، وأحد أفراد الجيل الذهبي لمنتخبنا الوطني خلال تلك الدورة. كما شارك هداف الجيلين بمنافسات كأس العالم للناشئين عام 1987 بكندا تحت قيادة المدير الفني طه بصري، وساهم مصطفى إبراهيم في تتويج الزمالك بستة ألقاب متنوعة حتى رحيله عن جدران قلعة زامورا، وتنقل بعدها بين عدة أندية أخرى ثم اعتزال اللعبة والاتجاه لمجال التدريب. جماهير الزمالك كانت تمني الأنفس باستمرار توهج مصطفى إبراهيم بقميص النادي ومواصلة عمل ماكينة أهدافه مثلما كانت بدايته المبشرة وهو في سن صغير، إلى أن الرياح لم تأتي بما تشتهي السفن. ورجعنا لكم مره اخرى. الفقره دي بقى بالذات يعني فقره مختلفه بالنسبه لي انا شخصيا، يعني انا لان احنا ما جيت نادي الزمالك فكان عندي جيلي في الفريق تحت 17 تحت 18 تحت 19 تحت 20 وتحت 21، فكنا دايما مع بعض من واحنا يعني اطفال يعني شباب لسه في مقتبل العمر واحنا عندنا 16 سنه. كان الكابتن الكبير طبعا كابتن مصطفى ابراهيم. يا كابتن مصطفى ازيك؟ ازيك يا كابتن خالد، وانا طبعا سعيد جدا بوجودي في الحلقة دي بالذات اني بقابل برضو اصدقاء عمر كابتن خالد وكابتن اسلام فتحي. انا سعيد بوجودي معاكم، وبصراحة انا سعيد جدا لان الكابتن اسلام انا بقالي فترة طويلة جدا ما شفتوش. ما شفتش اسلام يعني بقالي اكتر من 15 سنة. لا والله والله من ساعة ما كداب قوي لسه كنا مع بعض دلوقتي. بقالك اكتر من 15 سنة ما شفتش اسلام. يعني فانا سعيد جدا ان انا شفته لان اسلام صديق عزيز الله يخليك زميل زمن جميل
طبعا احلى ايام احلى ايام عشناها مع بعض في نادي الزمالك. ويعني الحمد لله ان احنا يعني ما زال الحب والاحترام الحمد لله. ولما بنتقابل يعني انا مبسوط جدا لان العلاقه الحمد لله جميله جدا لان سايبين اثر طيب في نفوس بعض. صحيح. اسلام عايز ابتدي معاك. انت كنت موجود في بطوله افريقيا 94 مع المنتخب وانت كنت موجود وانا كنت موجود بس ما كنتش بلعب. انت اللي كنت بتلعب لعبت كل الماتشات. فانطباعك عن البطوله دي ايه؟ طبعا بصراحه الاول بس اعيد نفس كلام الكابتن مصطفى، انا مبسوط جدا وجودي معاك يا كابتن خالد ومع كابتني الكابتن مصطفى ابراهيم. وانا ما ارحبش باسلام. لا احلف انا رحبت بيك وبعد كده نسيت من كتر انت ما رحبت باسلام. اسلام طبعا فتح عشره عمره. لا يا كابتن عشره عمره ونجم، كان نجم كبير في نص الملعب، كان ديفندر عالي قوي. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي السولو. فانا مبسوط جدا ان انا مع حضرتك ومع الكابتن مصطفى، ويا رب يديم المعزه. خالد ومصطفى واسلام لازم في البدايه بس كده يعني لازم حته حضرتك في بالظبط كده، فربنا يديمها ان شاء الله باذن الله. طبعا انت عارف يا كابتن خالد المسابقات دي بتبقى عرس في البلد اللي هي موجوده فيه. احنا كنا في تونس وكان برضو كنت انت موجود، ودايما المنتخب المصري لما بيروح اي بطوله بيبقى من المرشحين للبطوله ديت، حتى اللي هو قبل البطوله بعيد، ولكن هو من الاسماء المعتاده زيه زي الكاميرون، ساحل العاج، تونس، المغرب، الجزائر. في فرق لما بتبقى موجوده في الكان بتتحط اسمها من ضمن الفرقه المرشحه حتى لو هي قبل البطوله ما كانتش على المستوى. احنا البطوله دي كان المدير الفني طبعا زي ما انت فاكر كان الكابتن طه اسماعيل ربنا يديله الصحه، كان معاه الكابتن فاروق جعفر. صحيح. وبرضو للقدر كنا اول مباراه بنلعبها كانت نيجيريا، كانت الجابون وكسبنا 4-0 وكان فيها اسرع هدف في تاريخ البطوله. كابتن ايمن منصور هو بالترتيب كده بالترتيب الجون اسلام فتحي، ياسر ريان، كابتن ايمن منصور في الثانيه 36. لا والله العظيم. والله يعني انا قطعتها في نص الملعب. يعني انت قطعتها في نص الملعب اديتها لياسر ناحيه اليمين. ياسر رفعها للكابتن ايمن، راح ايمن جابها. الكابتن ايمن جابها بعد 14 ثانيه. بالظبط كده. يعني تقريبا كده. بالظبط حاجه زي كده. 14 ثانيه لسه ما جاش الجول. فكانت بطوله كويسه. وجينا بعد كده كان الماتش الثاني كان ماتش نيجيريا، وكان العصر الذهبي للفريق نيجيريا طبعا امو كاشي وكوشا وايمانويل بس ايمانويل ما لعبش، بس ما كانش لعب النهائي بس. بالظبط كده، لعب النهائي بس وراح معاهم كاس عالم لو تفتكر 94. بالظبط. بعد كده عملنا ايه في ماتش نيجيريا ده؟ 0-0. الفرقه الوحيده اللي تعادلت مع نيجيريا في الكان ده كانت مصر. صحيح. يعني نيجيريا كسبت الماتشات كلها وخدت البطوله. الفرقه الوحيده اللي تعادلت معاها مصر. جينا بقى في المباراه الكوارتر فاينل الدور الثمانيه كان مالي. ومالي خلاص يعني كل المراهنات مصطفى مصر ومالي، ومالي كانت لسه طالعه يعني ما حدش عارف عنها حاجه، فكله قال مصر 2-0 3-0 4-0، ولكن للاسف الماتش خلاص 1-0 المالي. وفي وقت كان كريتيكال جدا في الدقيقه 30 من الشوط الثاني، كان صعب ان احنا نعوض. حتى كابتن كاس ضيع كره، وكابتن ايمن منصور ضيع كره كانت صعبه جدا ما تضيعش. سهله يعني، كانت سهله جدا جدا جدا. بس للاسف خرجنا وجينا. طيب انطباعك بقى عن البطوله دي يا مصطفى ايه؟ بطوله الكاميرون. والله البطوله في البدايه كابتن خالد يعني كانت المستويات ضعيفة جدا في بداية البطولة. يمكن أبرز سمات البطولة ظهور الفرق اللي هي غير مصنفة بمستوى طيب. يعني في فرق غير مصنفة ظهرت بمستوى طيب في البطولة، يمكن دي أبرز. غينيا الاستوائية، سيراليون، الرأس الأخضر، الرأس الأخضر، جامبيا، جزر القمر، مالي. الفرق اللي هي اللي بعيدة عن التصنيف يمكن هي أبرز الملامح في البطولة دي، لكن البطولة ابتدت ضعيفة. طبعا ابتدى الأداء يتطور بعد كده. طبعا الأدوار اللي بعد كده بيبقى حته النوك اوت دي بتبقى فيها تركيز عالي جدا، لان اي خساره بتبقى الموضوع انت بره البطوله. صحيح. ابتدى المستوى يتطور شويه والاداء يعلى شويه. وانا هنتكلم طبعا بخصوص المنتخب المصري بالذات. طبعا احنا شفنا ان احنا في البدايات ما كناش على المستوى المطلوب، وكان في قلق كبير جدا من ادائنا، انما ابتدى ادائنا يتطور.
وابتدينا ندي يعني نعلى بخطواتنا في الاداء. واللعيبه اثبتت يعني انا بقول ان المنتخب المصري نال يعني زي ما نقول نقد كبير جدا. صحيح. على كل المستويات. على مستوى الاداره الفنيه وعلى مستوى بعض اللاعبين او اغلب اللاعبين، لكن اللاعبين قدروا جوه الملعب يردوا بشكل عملي داخل الملعب باداء رائع في مباراه ساحل العاج، واداء اروع في مباراه المغرب. واللعيبه يعني اللعيبه دي فعلا يعني احنا زي ما بنقول زي ما الناس بتنتقد وبتقول يعني سلبيات، لازم نتكلم على الايجابيات اللي موجوده في الفتره الحاليه، لان لازم ندعم منتخب مصر. واكيد اي حد بيتكلم في سلبيات هو الهدف من الكلام في السلبيات ان احنا نصحح اوضاعنا ونمشي في الطريق الصح، لان مصر بلد كبيره جدا، بلد تحمل 7 بطولات، يعني هي ليدر افريقيا او هي تعتبر اكبر دوله خدت بطولات امم افريقيه. فطبعا مسؤوليه كبيره جدا، وانت دوله مصنفه تحت اي ظرف تحت اي مستوى انت دوله مصنفه، واي فرقه بتعمل لك اي حساب. انا بشكر اللاعبين جدا جدا، لان اللاعبين ادوا اداء يعني بصراحه. انا وانا بتفرج على ماتش ساحل العاج والمغرب انا فخور جدا ان انا مصري وان ده منتخب مصر. صحيح. احنا رجعت لنا الهيبه والشخصيه. تحس كده ان انت فارض شخصيتك فجأة وهبتك. يعني ايوه انت غير الثلاث ماتشات الاولانيين خالص، انت من قلق وتوتر في ادائك في مباراه المجموعه لاداء اكثر من رائع، يعني اكثر من رائع ومع فرق قويه جدا. يعني احنا مشوار البطوله بتاعنا ان شاء الله باذن الله الرجال الابطال لعيبه منتخب مصر تكملوا ان شاء الله. مكسبنا لمباراه الكاميرون القادمه انا بقول ان شاء الله باذن الله ان احنا نرجع بكاس افريقيا باذن الله ان شاء الله. اسلام، يمكن عايز اسالك سؤال. احنا يعني مخضوضين من الاداء بتاع ماتش ساحل العاج والمغرب من منطلق ان احنا من ايام كاس العالم 2018 اللي اتغلبنا فيه 3 ماتشات ورجعنا وعجبنا اجيري وابتدينا نعمل ماتشات وحشه قوي مع اجيري برضو عاديه، وبعد كده في كاس افريقيا طلعنا من دور 16 على جنوب افريقيا، وبعد كده مع كابتن حسام بدري تعادلنا مع كينيا وتعادلنا مع جزر القمر هناك، وبعد كده يعني ابتدينا نكسب توجو، وبعد كده نتعادل مع انجولا هناك يعني والجابون نتعادل في الثانيه الاخيره، فبقالنا بتاع سنتين ثلاثه وبعد كده جينا بدانا البطوله بهزيمه من نيجيريا ومستوى هزيل، وبعد كده نكسب السودان بعد ما كنا كسبناها في بطوله العرب 5 نكسبها بالعافيه 1، ونيجي غينيا تتعادل معانا في اخر ثانيه غينيا بيساوي لولا الفار يلغي الهدف. وفجاه من 3-4 سنين نتحول لفريق تاني خالص قدام ساحل العاج وقدام المغرب ودي من فرق التصنيف الاول في القاره السمراء. تمام. يعني هل الموضوع مش بس بدايه البطوله يا مصطفى، الموضوع بقاله 3-4 سنين احنا بعاد. بص يا كابتن خالد اقول لحضرتك حاجه، هو الموضوع اللي كابتن حسن شحاته والجيل اللي كان مع كابتن حسن شحاته دخل كبير جدا. لان احنا قعدنا حوالي 6 سنين مع الكابتن حسن والجيل اللي كان معاه، شفنا كره ولا اروع في الجيل ده. بعد كده حصل اللي حصل وبدأنا نبعد شوية زي أي فريق في القارة حصل له كده. يعني لما تيجي تتتبع المنتخب الجزائري أو المغربي أو التونسي أو أي فريق في أفريقيا هتلاقيه بيعلى بيعلى بيعلى، وشيء طبيعي جدا جدا بيجي بعض السنوات بيحصل له يعني المنحنى بينزل شوية. وحققا للحق جدا. احنا من 2011 البلد كانت في التوتر بالظبط كده، وظروف ودوري ما بيتلعبش وناس ماتت في مباريات ودوريات اتأجلت وعندنا عدم استقرار سياسي كده في البلد وكده، فالوضع كان صعب فده خدك بالمره لتحت. نمره 2 لما جه كوبر مع كابتن اسامه نبيه، كوبر نقلنا نقله ثانيه خالص. يعني كابتن حسن شحاته كان بيعتمد على النواحي الفنيه، على المهارات اللي كانت موجوده، على امكانيات اللعيبه اللي كانت موجوده. مستر كوبر لا، بدانا الراجل يعني فكرنا شويه بالكابتن جوهري اللي هو ايه؟ اللي هو بياخد عايز من المباراه، عايز المكسب، بيلعب على الزون ديفنس، الكوره اللي احنا كنا بنقول عليها العب لصلاح، وبقدر بالطريقه دي ان هو وصلنا. من اسف انا بقطعك دلوقتي، العقوبات رسمي، مروان داوود تم ايقافه ماتشين،
والمساعد المدرب لكارلوس كيروش ايقافه 4 مباريات، معناه كده ان هو مش هيحضر ولا الماتشين دول ولا مش عارف بقى ماتشات. هل ده العقوبات دي تطبق على تصفيات كاس العالم ولا لا؟ أكيد. لان برضو أكيد. سوفيان بوفال اللاعب المهاري ده اللي جاب فينا الجون اتوقف ماتشين. لا اكيد طالما حاجه تبع الكاف اكيد هتبقى، وسفيان شكلا برضو ايه اكيد هتتنفذ على دي بتبقى. هل هل العقوبات دي اخلاقيه فهتنفذ على تصفيات كاس العالم ولا هتمتد لكاس الامم الافريقيه اللي جايه؟ هو كده كده احنا عندنا ماتش الكاميرون، فكده كده ماتش من الماتشين تمام، ولو وصلنا وكده كده ماتش الثالث والرابع يعني المساعد لكيروش يعني مروان داوود كده كده على مش هيلعب لاخر البطوله هم سواء سواء المباراه النهائيه او ثالث ورابع اوكي، وماتش الكاميرون الكارلوس كيروش المساعد كارلوس كيروش هيتوقف الماتشين تمام، اللي هو اسمه ايه جيرو هيتوقف الماتشين الجايين دول، مش هيبقى موجود على الدك تمام كده. عصام الحضري ممكن يكون مكانه بقى على الدك، لان عصام ما بيقعدش علشان ممكن يخش مكان هم 8 بس اللي يكونوا موجودين على الدكه، وبالتالي مش عارف بقى، لان انت عارف ده اتحاد دولي دي اللي هو تصفيات كاس العالم دي تابع الاتحاد الدولي فاهمك يا والتصفيات دي تابع الاتحاد الافريقي فمش عارف هتطبق بقى عشان حاجه اخلاقيه تطبق برضو ولا لا. تاكدوا لي تمام. اتفضل يا استاذ انا قاطعتك معلش، لا مش حاجه، عقوبات مهمه جدا وفي $5,000 على الاتحاد المصري لكره القدم عقوبه يعني تمام. فنرجع للموضوع بالنسبه لما جه الكابتن حسام وحصل اللي حصل والاداء والاعتراض بعض الناس على طريقه اللعب ان ده ما يليقش بالمنتخب المصري وبامكانيات المنتخب المصري، جه كيروش. معظم او كل الناس اتفقلت ان كيروش طبعا اسم كبير جدا ولازم نعترف بكده، حتى الناس اللي بتنتقد كيروش لازم نقول لهم بالراحه شويه، احنا مش جايبين اي حد، لا ده راجل السي في بتاعه تقيل جدا وبيأهله انه يمسك منتخب مصر وغير منتخب مصر، وبالفعل الراجل يعني ابدا نوايا حسنه في تصفيات كاس عالم وخصوصا مباراه ليبيا، بعد كده لما بدا يروح المنتخبات العربيه في قطر عمل ماتشات كويسه جدا، وبدانا نتفائل خير بالوجوه الجديده اللي هو بدا يدفع، وهو برضو ادانا ايحاء ان هو من المدرسه دي، ان هو ما بيعتمدش على اسماء معينه. لما رحنا الكاميرون كانت الناس يعني بتقول ان الاداء اللي حصل في قطر في البطوله العربيه هيمتد معانا في البطوله الافريقيه، ولكن حصل اللي حصل في المباراه الاولى يعني كل واحده من اسوأ مبارياتنا. خالد بص انت نيجيريا دي كنت لعيب كوره وكابتن مصطفى طبعا، كل فريق وكل منتخب معرض جدا انه يبقى في الدي اوف بتاعه، وده وارد جدا في الكوره، بس اللي حصل ما بعد المباراه هو اللي زود الموضوع قوي. يعني احنا مسكنا كيروش ومسكنا اللعيبه يعني اتدبحوا جامد جدا مع انها اول مباراه، وده وارد ان هو يحصل كده. كان في شويه يعني اختلاف وجهات النظر. هو برضه كابتن اسلام، هو الموضوع مش موضوع الاداء، كان سيء تمام يا كابتن في كل النواحي، لدرجه ان احمد الطيب قال لك بيلعبوا جون مشترك، صدمه الجماهير. ما هو بص يا خالد، فاكر في الماتش ده نيجيريا بتلعب علينا جون مشترك، بص خالد ما هو كان السبب ايه، مش عايزين نرجع بقى لماتش نيجيريا، ولكن كان هو السبب الصدمه للعيبه والصدمه للجمهور بطريقه اللعب اللي هو نفذها كيروش باختياراته للادوار. خد بالك ان مصر كانت جت قبل البطوله بيومين، وخد بالك الاجواء هناك صعبه جدا يا مصطفى، يعني تتعود على درجه الحراره والرطوبه. انا عايز اقول لك قاعدين في اوتيل في جروه، كل 4 عندهم حمام واحد. يعني انت متخيل الموضوع كان يعني لا الموضوع ده لما ابتدوا يتعودوا على الاجواء، ما هو الرطوبه والنفس الجو ده برضه يا كابتن خالد، ما انت احنا لعبنا في افريقيا كتير، يعني الرطوبه ودرجه الحراره دي بتاثر صعب جدا، بتاثر جامد يعني لازم برضو الناس تفهم الكلام بس ده. عايز اتعود برضو. ما هو كويس برضو يا خالد الكلام ده، بس احنا برضو عايزين نكون يعني منطقيين اكتر من كده. ما هي الاجواء دي مش اول مره لعيب مصري يتحط فيها، احنا مصطفى لسه بيقول ان احنا رحنا افريقيا ولعبنا في الاجواء دي، يعني مش جديد علينا، ما اقصدش يعني ايه ما اتصدمناش لما رحنا. ومعلش دي مالهاش دعوه بخطه لعب، دي مالهاش دعوه بان خالد يعرف يرحل ولا لا، ان اسلام يعرف يباصي ولا لا، ان مصطفى يبقى اتاك على الجون ولا لا، دي مالهاش دعوه بدي خالص. لا يعني لا احنا لازم نعدي النقطه دي علشان نبقى منطقيين شويه في الكلام. لكن هو اللي صدمنا ان هو يلعب محمد صلاح 9 او يلعب
مصطفى او محمد عبد المنعم بكراي بالظبط كده، هو ده اللي خدنا بدانا لا خلي بالكم يا جماعه ده ممكن تحصل مشكله ونطلع من الادوار الاولى. وبالتالي بدا المنتخب المصري من اول مباراه خلاص نيجيريا، من تاني مباراه بقى انه يلعب تحت ضغط نفسي رهيب جدا، انه لازم يكسب علشان ما يطلعش من الادوار الاولى. ربنا كرم الحمد لله الماتشين اللي بعد كده. انا ليا وجهه نظر في ماتش ساحل العاج وماتش المغرب. احنا طبعا الحمد لله كنا كويسين في ماتش ساحل العاج، ولكن مكسب ساحل العاج للجزائر فادنا احنا كتير جدا جدا جدا. ساحل العاج طبعا انا بقول وجهه نظر بحته ممكن تكون مليار في المية غلط، لكن وجهه نظري ان لو المنتخب الجزائري كان كسب منتخب ساحل العاج او تعادل مع ساحل العاج كانت مباراه ساحل العاج اتصعبت جدا جدا على المنتخب المصري. بالظبط يا كابتن، قال لك الجزائر اقوى من مصر 100 مره، مش اقوى من مصر، هي الفريق نمبر 1 في افريقيا، وان انا اعمل معاه الاداء ده والعرض ده فبداوا يدخلوا باريحيه كبيره جدا، حتى ده كان واضح على لعيبه كوت ديفوار اثناء المباراه. مصر بقى واللعيبه رغباتهم بقى ودوافعهم زادت اعلى بالظبط من كتر ما تم انتقادهم بالظبط، فعايزين بقى يثبتوا ان هم فرقه تقيله. بدليل يعني. بدليل ان المنتخب الايفواري لما وصلنا لضربات الجزاء هم مش مصدقين وزعلانين جدا، ازاي الماتش ده يعدي مننا كده من غير ما نجيب اجوان؟ يعني هم كانوا نازلين اللي يخلينا نكسب الجزائر اكيد ماتش مصر ده هيبقى اوكي يعني رايح جاي، بس النسبه 70-30. فمكسب ساحل العاج للجزائر افادنا كتير جدا جدا، زي برضو ماتش او مباراه المغرب كنا كويسين وكل حاجه، بس الجون الاولاني اللي جابته المغرب في اول 3-4 فوقتنا طبعا افاد المنتخب المصري كتير جدا. الجون ده لو كان اتاخر شويه كان ممكن الدنيا هتبقى صعبه شويه على المنتخب المصري. مصطفى، مين اللعيبه اللي فاجئتك في البطوله؟ يعني حاسس ان في تطور غير طبيعي في مستواها. يعني طبعا البطولات دي بتبقى في نجوم معروفة بتبقى يعني موجودة اللي هي بتلعب في الدورات الأوروبية، إنما أنا بتكلم على منتخب مصر بالخصوص. يعني البطولة دي شهدت مولد محمد عبد المنعم، يعني لعيب كبير وبطولة كبيرة وشارك في ظروف صعبة، إنما بيأدي أداء عالي جدا. ده غير كمان ده هو بدأ والناس قلبت عليه عيني ماتش نيجيريا، ده اللعيب سايمون ده لعب عليه كان بيعدي زي ما لان هو مش مكانه بيلعبه باك رايت. لا وهو ظروف المباراه كابتن خالد برضو كلنا كنا وحشين، كل الفرقه انت بتلعب لعبه جماعيه مرتبطه كلها ببعضها. بالظبط، يعني لو واحد قصر واحد بس من العشره اللي جوه الملعب قصر بيتاثر على بقيه. ده محمد صلاح ما كانش موجود الماتش ده اساسا. يعني كان معظم اللعيبه ماتش نيجيريا ده يعني ماتش يعني للنسيان، يعني مش هيتكرر، ما اعتقدش ان هو ممكن يتكرر تاني. محمد عبد المنعم من اللعيبه المميزه جدا اللي ظهرت في البطوله دي، يعني يمكن ده من ابرز الحاجات اللي حصلت. اللي انا عايز اقوله يا كابتن خالد ان يعني احنا عايزين برضو ندي المنتخب حقه، لانه اتعرض لانتقادات كبيره جدا الفتره الاخيره. مستر كروش مدرب كبير ولازم يا جماعه الراجل ده يحس بقيمته داخل الاعلام المصري وداخل البلد اللي هو بيدربها، ما يحسش ان هو غير مرغوب فيه، ما يحسش ان هو على طول عقده قد ايه، وراجل بنتكلم في كلام العقد وشرط جزائي ومدرب كبير يا جماعه. صحيح كان انتشر بعد ماتشاته الاولانيه عقده وابتدى لبس له تيشيرت ارحل يا كروش. يعني صحيح ارحل يا كروش بعد ماتش نيجيريا. صحيح ماتش نيجيريا وطلع الحاج عامر حسين كان اتكلم مع كابتن شوبير على عقده وتفاصيل عقده. انا فاكر ووضح ان هو راجل مدرب كبير وادارته للمباريات اداره جيده جدا وتغييراته مؤثره جدا، وهو راجل يعني كل حاجه بيعملها في الملعب تحس ان هو راجل مدرب كبير فعلا. وده ظهر على اداء الفريق. وبعدين شخصيه المدرب يا كابتن خالد بتبان في المباريات الكبيره تقيله، والمباريات اللي هي بتبقى ايه الفاصله يعني. وده بان بشكل كبير جدا في مباراه ساحل العاج ومباراه المغرب. انا فاكر برضو كان من ضمن الحاجات اللي انتقد عليها جامد جدا تصريحاته، قال لك احنا رايحين كاس الامم انا هدفي كاس عالم، فاكر؟ لا هو الناس قالك ازاي يقول كده وازاي يعني. لا هو راجل مدرب كبير وذكي، يعني هو مش عايز يحمل على فريقه، مش عايز يعمل ضغوط، مش عايز يعمل ضغوط على الفريق، انما هو اكيد في اوضه اللبس او بينه وبين اللعيبه هو كمدرب له اسم كبير جدا في كره امريكا الجنوبيه وفي البلاد اللي اشتغل فيها. كان في كولومبيا قبل ما يجي وايران وفي ايران 9 سنين. انما انا بتكلم ان هو في القاره الافريقيه ملوش اسم في القاره الافريقيه بالظبط،
فهو يهمه جدا ان اسمه يكبر في القاره الافريقيه عن طريق منتخب كبير جدا هو بيدربه المنتخب المصري. فالكلام ده طبعا انا يعني ده ذكاء منه ان هو مش عايز يحط ضغوط على الفريق بتاعه. فكره الحكم المساعد بكره موزمبيقي وكارلوس كروش اساسا موزمبيقي. كارلوس كروش موزمبيقي؟ اه عايش في موزمبيق طول عمره. والله اه والله هو انت عارف موزمبيق ثانيه واحده انت يعني عارف حد من موزمبيق مثلا؟ مش حد قاعد هو برتغالي. لا انا قصدي يعني اللي هو لما هيبقى معانا يعني هو اساسا هو اساسا برتغالي وكانت موزمبيق مستعمره برتغاليه. فكان هو طول عمره عايش هناك في موزمبيق وهو لغايه دلوقتي مقيم هناك. احنا بيته في موزمبيق يعني هو هو عايش حاجه كويس ويا ريت يكون جار لامان ده بقى يعرف لا لامان بقى يعني يعني يعمل اعتبار ان كارلوس كروش من موزمبيق. واحنا بمناسبه الموزمبيق ولامان انا بقول ان منتخب مصر يوم مباراه الكاميرون بعد بكره يوم الخميس يعني احنا نفسنا نفس الاداء نفس الروح نفس الالتزام نفس التركيز. اللعيبه بصراحه حاجه تفرح يعني انت قاعد بتتفرج انت الموضوع كله واقف على توفيق ربنا. يعني اداء اللعيبه جوه الملعب وبعدين بتلعب فرقه كوره صحيح كافراد وكمجموعه كاسامي وكاسامي وكتصنيف وبالرغم من كده انت الافضل انت اللي شخصيتك موجوده في الملعب انت اللي زمام المباراه في ايديك انت الاكثر فرص في الملعب انت المستحوذ على الكوره اغلب فترات المباراه. فانا نفسي الاداء يستمر على يعني على هذا التركيز والالتزام والتنظيم والروح. وبعدين يا كابتن خالد في حاجات بتبين ان المنتخب ده ان شاء الله باذن الله ربنا هيوفقه ياخد البطوله. يعني بكاء ابو جبل مش هو مش عايز يغير ده دي روح بس اللي مش عايز يطلع من الملعب دي روح. انت احنا لعيبه كوره وفاهمين الكلام ده. ما كسبنا المباراه لما غير مع الشناوي وطلع سلم عليه وحضنه شوف العلاقه هي اللعيبه بره هي دي العلاقه ده الحب والاحترام ده اللي بيخلي اي حد يكون ناجح. الحب لما بيكون موجود داخل التيم هو ده اللي بيعمل الترابط وبيعمل الروح ده. وده طبعا بيبقى مسؤوليه كبيره مش مدير فني بس مش مدير فني بس لعيبة. محمد صلاح عليه عامل كبير جدا في لمه الفريق. احمد حجازي عليه عامل كبير جدا في لمه الفريق. النني عليه عامل كبير وده واضح في الاداء والروح الجميله اللي موجود خارج وداخل الملعب. بص الاحتياط يا كابتن خالد بيبقى واقف على الخط اعتقد ان هو نفسه بس ينزل الملعب عشان يكمل دور زميله. وهي دي الروح اللي انت وانت قاعد بتتفرج تحسسك ان المنتخب ده قادر ان هو يرجع بالكاس ان شاء الله ان شاء الله. تعالوا نطلع الفاصل الاخير نرجع نكمل حوارنا مع الكابتن مصطفى ابراهيم والكابتن اسلام فتحي. يلا بينا. ورجعنا لكم مره اخرى كابتن اسلام. بكره مباراه السنغال وبوركينا فاسو. تمام. بوركينا فاسو اخرجت تونس بعد ما تونس اخرجت نيجيريا والسنغال يعني لم تتقابل مع فرق كبيره نوعا ما. غينيا الاستوائيه كانت كسبانه 1-0 الشوط الاولاني وبعد كده غينيا الاستوائيه اتعادلت وبعد كده كسبت 2-3-1. شايف مباراه بكره محسومه للسنغال ولا شايف ان مباراه ممكن يكون فيها مفاجآت؟ تمام. انا بس هرجع للسؤال اللي انت كنت سالته لمصطفى قبل كده اللي هو لما كروش قبل البطوله قال ان انا رايح ما اخدش البطوله. دي بتبقى دي مدارس وفلسفات لبعض المديرين ان هو بيمثل ضغط على الفرق الثانيه وبيشيل الضغط من عليه. وده كان رحمه الله عليه الكابتن محمود الجوهري عملها في 98 لما صحيح. خد البطولة قبل ما يمشي من هنا قال يا جماعة أنا مش رايح أنافس أنا رقم 13 بالظبط كده ويا ريت يبقى عندي نفس إمكانيات المنتخب النيجيري والكاميروني و و و ورحنا وخدنا البطولة صحيح. فدي بتبقى بعض المدارس وفي بعض المدربين بيبقوا مميزين جدا فيها. تعال نتكلم على ماتش البوركينا فاسو والسنغال زي ما مصطفى قال وأنت قلت برضه خالد إن البطولة ديت هي بطولة الفرق المجهولة المش معروفة بدليل ان بنلاقي المنتخب البوركينابي دلوقتي بيلعب سيمي فاينل مع السنغال. خد بالك بوركينابي فرقه مش بوركينابي في 2017 احنا كسبناه بضربات الجزاء في الدور قبل النهائي على ما اتذكر. يعني فرق دايما كويس بس ليها دور يعني بس بص يا كابتن خالد الفرق دي بتبقى ايه
بيبقى المنحنى بتاعهم مش طويل. يعني انت ما قلت 2017 او 18 والبطوله دلوقتي في 22 وبعد كده بتنزل هي الفرقه دي كده. خد بالك هم كمان في تصفيات كاس العالم لعبوا ماتشين مع الجزائر والماتشين لعبوهم بره بوركينا تمام، اتعادلوا 1-1 و2-2 مع المنتخب الجزائري قدام 70,000 ولا ما كانش في جمهور تقريبا عندهم امل في الوصول لكاس العالم برضه. لا خلاص ما هو الجزائر اخرجته كان لازم يكسبه فالجزائر نفسها ما عرفتش تكسبهم رايح جاي يعني فريق متطور اكيد وان هو يوصل للمرحله دي برضه يبقى اكيد فريق محترم وفريق مجتهد واكيد بيمتلك من الامكانيات سواء كانت الماليه او البدنيه. لكن لو احنا بنتكلم على المباراه قبل المباراه اكيد النسبه طبعا راح للسنغال اكيد قبل المباراه فعلا اكيد يعني مستوى الفرقتين في البطوله شايف ان لا يا كابتن انا مش بتكلم على انا مش بتكلم دلوقتي على مستوى الفرقتين في البطوله انا بتكلم على السنغال هيلاعب بوركينا فاسو فانت بتتكلم قبل اي لقاء بتروح على طول للاحصائيات قبل المباراة بتقول الفرقة دي نسبة المكسب بتاعتها كام ونسبة المكسب كام. أول ما الماتش بيبدأ خلاص النسب دي بتروح والأفضل واللي معاه التوفيق في المباراة. توقعاتك أنت إيه بقى؟ لا أنا متوقعاتي طبعا المنتخب السنغالي طبعا بسهولة؟ لا مش بسهولة طبعا لسبب يا كابتن خالد دايما بنقول إن الماتشات دايما بنقول إن الماتشات القوة بتاعتها بتيجي من حاجتين القوة بتاعتها بتيجي من حاجتين يا إما من النتيجة المترتبة على اللقاء يا إما من قوة المنافس بتاعك. بمعنى إيه؟ يعني لما نيجي نقول مثلا الأهلي والزمالك المباراة قوية ليه؟ لأن الطرفين أقوياء جدا. طيب بنقول الزمالك وجمهورية شبين ماتش قوي جدا قوي ليه؟ لأن بيتلعب نهائي كاس مصر. يبقى هنا أهمية الماتش وقوة الماتش مش عشان الطرفين أقوياء لا علشان النتيجة المترتبة عن اللقاء. فالنتيجة المترتبة عن اللقاء بكرة أنك هتوصل فاينل وبالتالي ان الفرقتين دوافع بالظبط كده الفرقتين ابو خايفين جدا من بعض محترمين جدا بعض حتى لو كانت الفروق واضحه يعني حتى لو السنغال بيلاعب بوركينا فاسو وهو الافضل وهو الاحسن وهو هو لكن انت بتلعب سيمي فاينل بطوله زي دي فهو اجباري مش اختياري لازم يحترم المنتخب البوركينابي لان لو بوركينا فاسو قدرت ان هي تمشي مع السنغال الماتش سجال واحده بواحده ممكن يوصلوا لضربات الجزاء وممكن يوصلوا للنهائي وتبقى برضو مشكله للمنتخب السنغالي. ولاحظ كمان ان المنتخب السنغالي في تصفيات كاس العالم هيلعب منتخب قوي جدا ومنتخب برضو له باع وعايز يوصل اللي هو المنتخب المصري وبالتالي السنغال عايزه تفرض السيطره بتاعتها عايزه توصل النهائي علشان يعني تبعت رساله للمنتخب المصري او للمنتخبات الموجوده في القاره ان انا السنغال ما زالت موجوده. وبرده في حاجه ثالثه السنغال بقى لها فتره ما خدتش الكان الافريقي يعني هي بعيدة حتى في 2019 وصلت النهائي واتغلبت بقى لها فتره بعيده عن التتويج على البطوله ديت فاكيد الدوافع عندها اكتر. لكن لو قلنا قبل اللقاء قبل الماتش لا اكيد حظوظ المنتخب السنغالي امكانيات فنيه مهاريه خبرات لعيبه نواحي فرديه طبعا المنتخب السنغالي افضل. لكن ايه اللي هيحصل في الجيم الله اعلم وهيبقى جيم ايكوال طبعا هيبقى جيم ايكوال مش سهل. كابتن مصطفى شايف ماتش بكره ايه؟ انا اللي بعتبر بوركينا فاسو الحصان الاسود البطوله وصلت باداء عالي جدا كل مباراتها يمكن حتى ماتش الكاميرون الافتتاح كانوا كسبانين 1-0 واتغلبوا بضربتين جزاء لا الفرقه انا من وجهه نظري الفرقه قويه والسنغال هتعاني في مباراة بوركينا فاسو هتعاني لان فرقة بوركينا فاسو فرقة ادائها الجماعي قوي جدا متفق معاك سرعات كبيرة جدا وانا يعني انا من وجهة نظري زي ما كابتن السام بيقول على الورق والمنطق والتاريخ السنغال انما انا من وجهة نظري والملعب الماتش صعب جدا 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 وممكن بوركينا فاسو يعمل مفاجأة وهو اللي يوصل للنهائي اللي هيحسم الامور الخبرات وظروف اللقاء نفسه الخبرات اللي هتحسم المباراه دي من وجهه نظري الشخصيه الخبرات اللي موجوده والمهارات الفرديه لبعض اللاعبين زي ساديو ماني اللعيبه اللي هي المميزه في المنتخب السنغالي الحارس انما طبعا اسماعيل اسار الحارس بتاعهم احسن حارس في العالم بس عايز اقول لك على حاجه وحارس بوركينا فاسو حارس مميز جدا صحيح يعني حارس بوركينا فاسو حارس مميز جدا ومن نقط القوه في الفرقه وفرقه بوركينا فاسو فرقه يعني بقول فرقه جماعيه بتادي بشكل منظم والتزام وفي سرعات وفي شغل بيتعمل في الملعب واللي هيحسم المباراه من وجهه نظري الشخصيه خبرات المنتخب السنغالي والفروق الفرديه لبعض اللاعبين انما يعني انا مش عايز اقول ان انا يعني انا برشح بوركينا فاسو ان هو يبقى في النهائي.
تمام. نروح يا كابتن اسلام لتشكيل منتخب مصر في المباراه القادمه. تمام. تتوقع تشكيل مين او انت تحب يكون التشكيل ايه؟ تعالى نتفق خالد ان 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 البطولات اللي هي بتبقى المجمعه دي اللي هي زي بطوله افريقيا او كاس العالم او التغييرات بتاعتها بتبقى محدوده جدا. يعني اي مدير فني ما يقدرش يلعب بكل مباراه بتشكيل شكل الا اذا اضطر انه يعمل كده، لكن الافضل ومعظم المدارس في التدريب بتقول ان المباراه ديت اثبت على تشكيل، واذا حاولت تغير واحد او اتنين يبقى للضروره القصوى، لكن اللعب الكتير في الماتشات القريبه ما بيأديش لنتائج ايجابيه عموما يعني، لكن ممكن يبقى كل حاجه كل قاعده لا استثناء يعني. لكن الواضح ان مش هيتغير على ماتش المغرب، اظن ناحيه اليمين خلاص كمال موجود عبد الواحد، ناحيه الشمال خلاص فتوح، ايمن اشرف وانا شايفه من افضل اللعيبه اللي كانت موجوده في ماتش المغرب، مش عشان حاجه ولكن بعد ضربه الجزاء اللي هو اتسبب فيها تحس ان هو عمل كومباك للجيم، يعني رجع بسرعه جدا للجيم نفسيا وبدنيا. يعني انت تتوقع انه يلعب ايمن اشرف سيرد باك؟ يبقى موجود ايمن اشرف وعبد المنعم وعبد المنعم، ولا يلعبوا الونش؟ لا انا 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 اتوقع ايمن اشرف. ما انا هقول ايمن اشرف قصير، ما انا هقول لك يا كابتن، وانت عندك فيزنتي بوبكر ده والتاني ده دي خلي بالك بكامبي ده، ولا الاثنين دول اللي جايبين 11 جون طوال وضربات راس غير طبيعيه. وفي نقطه بيعتمدوا هم كمان على الكوره العرضيه. اما تخلصوا طيب. طب اتفضل. لا لا ما اقصدش، لا علشان بس بص يا كابتن خالد حلو قوي السؤال ده. لان انا نفسي اتكلم في الموضوع ده من زمان جدا. التدريب يا كابتن خالد غير الاستوديو التحليلي. هو اللي حضرتك بتقوله ده بقى التدريب، اللي هو ايه التدريب؟ انك قبل ما بتحط لعيب ممكن يكون لعيب كويس جدا بس بتبص طيب ظروف المباراه تستدعي اللعيب ده ولا لا. هو ده التدريب. لكن ان احنا نقعد في استوديو تحليلي واقول لك يلعب او ما يلعبش من غير ما مرن، لا ده مش يعني مش مظبوط. طب تعال نشوف الونش. انت بتقول الونش هي مدارس صحيح. طيب ال 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 الونش لعب كم مباراه في البطوله؟ هو المباراه اللي فاتت بس الونش ما لعبش غير الدور التمهيدي. ساحل العاج ما لعبش، ساحل العاج وما لعبش المغرب بس المغرب ولعب كل ماتشات الانديه. بالظبط كده. وهو لعب ايمن اشرف في الحته دي، لعب في الحته دي الشوط الثاني في الماتش المغرب المغرب. فهو دلوقتي ممكن وانا بحط ايمن اشرف، طيب زي ما مصطفى قال وزي ما انت قلت ان وحط محمود علي على فكره الماتش اللي فات كمان. المنتخب السنغالي بيلعب الكره الطويله او يبقى ممكن استبعد الكاميروني استبعد ايمن اشرف وابدا ادخل الونش او ادخل اللي بيجيد اللعب بالضربات الراس. محمود علاء برضه بيجيد، محمود والونش موجودين. طب انت تتوقع ايه؟ محمود اتوقع يبقى الونش ومحمد عبد المنعم ومحمد عبد المنعم كمال وفتوح. طب وبالنسبه لابو جبل لو هو بيقول لك عنده اصرار انه يلعب وكده، هل هلعب محمد صبحي؟ بص يا كابتن خالد، هي مدارس. انا من مدرسه اللعيب البيرفكت 100% يلعب محمد صبحي، يعني ايا كان مين هو، حتى لو ما عندوش خبرات ايا كان مين هو. ما هو بص يا كابتن، انت لما بتلعب لعيب مصاب وخصوصا مركز حراسه المرمى انت بتبقى كمدرب قلقان وكلاعب في الملعب قلقان. وممكن انت في ثانيه، وعلى فكره حصلت معانا قبل كده. انا فاكر احنا كنا بنلعب السنغال في مصر ولعبنا الشناوي وهو متعور تمام وخد حقنه، طلع في كوره كده، فاكر الكلام ده في 2014. أيوه. طلع في كوره كده غلط، فاللعيب ده لعبها بدماغه وراح متغير تمام، وكان واخد حقن وكان مصاب قبليها وكنا عايزين انه يلعب باي طريقه. انا فاكر مشكله. نيجي لنص الملعب، اظن مش هيبقى في تغيير. حمدي فتحي اظن راجع ان شاء الله. هيبقى النني والسوليه وحمدي قدام زي ما هي. ما انا قلت لك يا خالد يعني ال ال التغيير الكتير في الماتشات القريبه ديت مش مظبوط، وخصوصا ان اللي لعب خلاص خد حساسيه المباريات. يعني هتتكلم على مشموش وعلى مرموش ومصطفى محمد ومحمد صلاح لعبوا الخمس ماتشات او الست ماتشات. انت بتقطع جناح عشان مشموش؟ مش اصلا انت عارف الكابتن مدحت شلبي في ماتش ليبيا حارس مرمى ليبيا اسمه نشنوش. ايوه. وعمر مرموش هو اللي جاب الجول، فقال لك مرموش جاب جون في ابن نشنوش. ايوه. ابن مرموش جاب جون في نشنوش. كابتن مدحت دمه خفيف. جدا. فعلشان اتفضل. وطبعا اهم ورقتين رابحين معانا تريزيجيه وزيزو. بص يا كابتن خالد. صح؟ الاوراق الرابحه قصدي يعني. مستر كروش
وزي ما قال الكابتن اسلام الاستقرار الفني، استقرار الفريق ده عامل مهم جدا للاداء. ان انا التغيير بيبقى في ابسط الحدود والظروف طارئه، يعني زي ابو جبل كده في اصابه بيخرج، وانا طبعا انا مع الم المدربين اللي لازم اللعيب يكون سليم 100%. ده انا بتكلم لو بلعب في يعني انت شايف ان محمد صبحي اللي يلعب لو ابو جبل 95% ما يلعبش. دي بطوله مهمه جدا واسم مصر كبير جدا، وروح ابو جبل واللي نفسه يلعب دي حاجه جميله جدا. اقول لك حاجه، الشناوي تالق وكان كل الناس خايفه من اللي بعد الشناوي. بالظبط. وبعد كده ابو جبل بقى عالمي طبعا، وبعد كده الله اعلم محمد صبحي بقى عالمي. ما هتعرفش. بس انت بتعمل الصح يا كابتن، انت لازم تعمل كره القدم يا كابتن علم وشخصيه. انت لازم تبقى راجل جوه الملعب. انا بشوف دلوقتي ده انا بلعب في بطوله كبيره وخلاص انا في الخطوات الاخيره. ما ينفعش التقليل الغلطه فورا والمجازفه. المجازفه اللي هيدفع ثمنها مصر. مش هيدفع ثمنها لعيب او مدرب، هيدفع ثمنها. فطبعا انا بعتقد ان مستر كروش يعني هيلعب صبحي، هيلعب السليم 100%. السليم ايا كان مين هو، ايا كان مين هو بالظبط. لو ابو جبل طبعا ربنا يشفيه ويشفي الاصابات اللي موجوده كلها، لو سليم 100% هو اللي هيبقى موجود. لو بقول لك 90% و95% يبقى محمد صبحي، لان محمد صبحي هو مستقبل مصر القادم. صحيح. يعني مستقبل مصر القادم محمد صبحي. الحاجه المهمه بقى استقرار الفريق يا كابتن. انا لعبت بفرقه ما اعتقدش ان مستر كروش هيغير في الفريق ده. طبعا. زي ما بقول الكابتن اسلام، انا وجهه نظري الشخصيه لازم يلعب الونش. ليه؟ لانه بيجيب ضربات الراس وسريع، والمنتخب الكاميروني عنده سرعات. صحيح. سواء من عمق الملعب او من الاطراف. صحيح. او الناس اللي بتلعب قدام. فهو بيجمع بين حاجتين. عكس ايمن، ايمن اشرف عنده عكس ايمن، ايمن اشرف عنده متهور شويه وابطا بالظبط، جانب ان هو جانب ان هو ضربات الراس طبعا الونش مميز فيها. ويمكن عانينا احنا في مباراه المغرب من الكور الثابته، كانت خطوره المنتخب المغربي في الكور الثابته. ده احنا اتعاملنا مشكله كبيره جدا على الاجناب وعلى ابو جبل. ده ابو جبل هو يعني في نقطه تحول في المباراه كابتن خالد، صدق الصده اللي صدها ابو جبل وجت في العارضه، دي لو كانت دخلت خلاص كانت هتعمل هتنهي المباراه. اه فاللي انا عايز اقوله ان ده هو ده التشكيل، الاختيارات الونش محمد عبد المنعم على يمين الملعب، عمر كملعب واحد على شمال الملعب فتوح. بسم الله على بسم الله ما شاء الله على فتوح. على فتوح بصراحه فتوح اعتقد ان هو هيحترف بعد البطوله دي في اكبر الانديه الاوروبيه. هو مش هيحترف بعد البطوله عشان كده كده البطوله اتقفلت، يعني لو احترف احترف في الصيف. خلاص يعني بتكلم ان هيبقى الانتقالات قفلت. انا بتكلم مش انا بتكلم يعني قريبا ان هو هيبقى على رادار انديه كبيره جدا في اوروبا. صحيح. بعد البطوله دي وسط الملعب طبعا انت لما بتيجي تختار تشكيله كابتن خالد، اولا في استقرار وبتشوف نقط القوه ايه ونقط الضعف ايه اللي ممكن تشتغل عليها جوه الملعب. اعتقد ان التشكيل زي ما قال كابتن اسلام هيبقى حمدي فتحي، سليه، النني، ثلاثه دول ما فيش غنى عنهم. لو حصل ان حمدي فتحي مش جاهز 100% اعتقد ان هيلعب ايمن اشرف برضه. برضه في وسط الملعب، لان هو برضو احنا برضو يا كابتن خالد المنتخب الكاميروني خطير جدا في الناحيه الهجوميه، خطير جدا. بس عايز اقول حاجه، انا عندي زيزو على فكره بدنيا كويس ودفاعيا كويس، بس يعني معلش مع احترامي لايمن اشرف وكل حاجه، انا زيزو برضو هيبقى افضل من ايمن في نص الملعب. بس يا كابتن خالد لازم يبقى عندك اوراق بره. يعني زي ما انت عندك رمضان صبحي وعندك تريزيجيه وعندك زيزو صح، وعندك يعني اكتر من عنصر مهم. انت بتستهلك يا كابتن خالد التيم اللي قدامك بتستهلكه، ولازم يبقى معاك اوراق رابحه تضيف. طيب. وتعمل الفارق عشان وقت وقتنا يعني. مصطفى كل الناس كتير قوي بيهاجموا بينتقدوا مصطفى محمد، وفي ناس تانية بتقول لا ده ليه دور دفاعي واضح جدا بقوته البدنيه برجوعه بضربات الراس يعني في ناس تنتقده وشايفه بتدي له دايما لما بتيجي تدي يعني ارقام للعيبه فبتدي له 5 من 10 درجات 5 من 10 6 من 10. رايك في مصطفى وانت كنت راس حرب؟ لا مصطفى محمد بيقوم بمجهود كبير جدا، بس هو الموضوع كله ان هو مش موفق، وحته اللي هو الشغل على المرمى يعني المجهود اللي بيعمله هو بيخلق مساحات كبيره جدا وبينزل كتير. خلي بالك في جوه الملعب مصطفى محمد بيعمل شغل كبير جدا، مش باين ان هو بيدافع بشكل قوي جدا ومحطه، وبيخلق فرص لعب لمحمد صلاح من على اطراف الملعب او عمر مرموش. وخلي بالك في اوقات كتيره جدا بيبقى مرموش هو الفرد ومصطفى محمد بيميل على طرف الملعب او العكس،
محمد صلاح الفيرود ومصطفى يعني محمد يعني وجوده مهم طبعا. تمام اسلام وجود مصطفى محمد مهم؟ ما هو بص بص يا خالد انا هقول لك حاجه. هي الناس اللي انتقدت مصطفى محمد انا طبعا ضد ان ان ان, إن اتكلم على راس حربه اقول من مميزاته ان هو بيدافع كويس. انا مش من المدربين كده. انا عايز راس حربه حتى انا في فرقتي في حرس الحدود بقول للراس حربه اللي بيلعب تسعه اوعى تطلع بره، انت راس حربه، انت دورك والكوره معانا. انت دورك والكوره معانا. لكن انا مش مقتنع ان انا لاعب راس حربه عشان بيدافع كويس. لا انا قصدي ليه مهام. من هكمل ما انا هكمل يا خالد. يبقى دي نمره واحد. دي مش من مهامه. هو يعمل اللي عليه وبعد كده الحاجات دي اوفر، الحاجات دي زياده، قدر يعملها كويس، ما قدرش مش مطلوبه منه. دي نمره واحد. نمره اتنين، مصطفى محمد راس حربه منتخب مصر. لعب ست مباريات او خمس مباريات دلوقتي في الكان الافريقي. جاب كام جون؟ ولا جون. جاب ما جابش ولا جون. طب يبقى دي برضو خد بالك عليها مارك، عليها علامه. طيب كام كوره كانت هجمه خطر على المرمى الخصم وهو عملها مصطفى محمد؟ هتلاقي ولا كوره غير في ماتش غينيا بس كوره جت في العارضه. يبقى دي برضو عليها لا وعمل مارك. كام كوره بدماغه برضو. نمره ثلاثه بقى نمره ثلاثه ان الناس بتتكلم على ان البديل بتاعه اللي هو محمد شريف. لا طب ما تدي له فرصه يعني 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 ايه انت مصطفى محمد هو بيدي مروان حمدي دلوقتي في الاوقات الاخيره. ما دي حاجه ادى محمد شريف في ماتش الساحل هو خلي بالك برضو يعني انت بجانب برضو في نقطه يا كابتن خالد. في المدرب لما بيجي في يعني مصطفى محمد بيلعب عشان بيبذل مجهود في الكلام اللي احنا بنقوله ده وبيخلق الموضوع يا كابتن اسلام. هو بيخلق فرصه لمحمد صلاح مثلا. الفيرود ما هو يا خالد الفيرود برضو الفيرود له مهم. يعني انت كلامك مظبوط انما من ضمن الحاجات التحركات اللي بيعملها في تحركات بيعملها جوه الملعب بص يخلق فرص لعب. مين كان احسن لمحمد صلاح وبيعمل مين كان بيمنع السردباكات ان هم يبقوا حاجه. وبعدين انت بتقول النقطه المهمه يا كابتن اسلام لو هو ما قامش بدوره الدفاعي ده مشكله كبيره جدا. مين كان احسن واحد بيعمل الحته دي؟ عماد متعب لما كان بيلعب مع منتخب مصر كان احسن يعني خلينا في عماد وعمر. لكن القصد يا خالد ان انا علشان يعني احكم على راس حربه لازم اشوف الوظائف بتاعته الاول هو بيأديها قد ايه، النسبه بتاعته قد ايه، ما اروحش للوظائف الثانيه واقول ان هو ربنا يكرمه بعد بكره ان شاء الله. ان شاء الله. وبعدين خلي بالك بيساعد في الناحيه الدفاعيه برضه بيرجع بيلعب بالمواد دي مهمه جدا جدا. مصطفى عايز برضه توقعاتك للخمس مباريات في تصفيات كاس العالم بالنسبه للمنتخبات يعني مثلا المغرب والكونغو تتوقع مين؟ المغرب طبعا. المغرب يعني المغرب نسبة كبيرة. المغرب بنسبة كبيرة على الورق انما كرة القدم ما بتعترفش غير بال تونس ومالي. تونس ومالي يعني 50-50 50-50 مفيش تفوق لتونس. لا يعني يعني تونس يعني لو بالأداء اللي أدوا بيه في البطولة الأفريقية ومالي لا 50-50 50-50 بالنسبة لنيجيريا وغانا. نيجيريا وغانا لو بالمستوى اللي أدوا فيه بمباراة مصر نيجيريا، انما لو المستوى اللي بعد كده واخد بالك برضه كان ماتش تونس بس غانا مستوى وحش قوي يعني اتغلبت من جزر القمر. يعني بقول لك ما غانا بس خلي بالك الماتشات دي يا كابتن خالد نهائيه الموضوع مختلف وبعدين ماتش هنا وماتش بس هنا. انت بترشح نيجيريا اكتر. نيجيريا اكتر. الجزائر والكاميرون. الجزائر والكاميرون يعني دي يمكن اصعب مباراتين من وجهه نظري انا في التصفيات. الجزائر والكاميرون ومصر والسنغال اصعب مباراتين. الجزائر فريق كبير وانا بقول برضو برجع تاني فريق بطل واللي حصل في البطوله الافريقيه دي يعني زي ما بنقول انتكاسه مش هتطول. والجزائر فريق عريق وبيأدي اداء ولا اروع من كده وبيملك لاعبين كبار جدا وبيملك مدير فني على اعلى مستوى وبيأدوا نتائج كبيره جدا وشفناها اخيرا في البطوله العربيه. وانا بتمنى واتوقع ان المنتخب الجزائري ان شاء الله هيوصل كاس العالم. مصر والسنغال 50-50 يعني لا مصر والسنغال انا بتكلم يا كابتن خالد. السنغال بتملك كتيبه من اللاعبين المحترفين وفرقه قويه وكره القدم فيها قواعد ثابته للاحترام لازم يبقى موجود. انما طبعا المنتخب المصري بالاداء اللي احنا شايفينه وان شاء الله باذن الله نوصل وناخد الكاس قادرين ان احنا نتخطى منتخب السنغال ونوصل كاس العالم ان شاء الله. اسلام مالي وتونس. هو مشكله مالي ان هم ما بيلعبوش في باماكو ما بيلعبوش في مالي المباريات بالظبط. لو بيلعبوا في مالي انا ارشح مالي. ترشح مالي. ارشح مالي لو لعبوا في مالي. لو لعبوا في مالي طب وبالنسبه للمغرب والكونغو وكوبر ماسك الكونغو
كويس على عيني وعلى راسي، بس هي زي ما احنا بنقول قبل المباراه التوقعات كلها لا راح ناحيه المغرب طبعا. المغرب اكيد، وخصوصا ان الاوي هيبقى في المغرب، يعني الماتش تاني في المغرب. نيجيريا وغانا. نيجيريا وغانا، نيجيريا وين؟ نيجيريا طبعا سهولة. طبعا نيجيريا. طيب ان شاء الله مصر مصر والسنغال. من نيجيريا ولا نيجيريا ان شاء الله. مصر والسنغال دائما وابدا الفرق الافريقيه كابتن خالد انت لن تتفوق عليها لا بدنيا واحيانا ولا مهريا، ولكن بتتفوق عليهم خططيا. جميع الفرق الافريقيه مش شمال افريقيا، الافريقيه قول زي ما انت عايز، سنغال كاميرون اي حد عندهم مشاكل كبيره جدا جدا في النواحي الخططيه وخصوصا في النواحي الدفاعيه. فممكن يبقى ده مكسب لينا ان شاء الله. لكن الماتش 50-50 طبعا طبعا. طيب. ممكن يتصعب كمان لان الاوي هيبقى في دكار هناك. الجزائر والكاميرون ماتش صعب، بس اظن الجزائر خدت درس كبير جدا 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 جدا. الجزائر وين ان شاء الله. الان من بكاري جسامه بكره بعد نهائي بكرة؟ نهائي نهائي الآن؟ نهائي 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 الان من بكاري طبعا جسامة. نهائي طبعا. انت ما عملت لي نهائي ليه محسسني؟ يا 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 خالد اصل انا هقول لك حاجه يعني بكاري جسامه مش حكم ناشئ لسه. هم لو عايزين يعملوا اي حاجه في المباراه ديت كان ادوها الحكم يلعب اللعبه ويمشي. لكن لكن جسامه ده الحكم بتاع الماتش اللي فات اللي أيوة قبل بكاري جسامه. ثانيه واحده السنغال ثانيه واحده ده بينرفز لعيبه. ثانيه واحده يا كابتن خالد اسمه ايه هو بقى؟ ما حدش يعرفه. الحكم السنغالي. انا اقصد ايه؟ لكاس عالم يعني. لا لا انا اقصد ايه يا خالد، انا لو عايز اجيب حكم يخلص لي الليله هجيب حكم اخلص عليه ويمشي من غير ما حد يعرفه. لا بس لكن جسامه تجيب واحد في الدور قبل النهائي حكم قليل. لا ما مش قليل، لكن جسامه يخاف على اسمه يا باشا. بكاري جسامه حكم لنا ماتش نيجيريا وما حسبش ضربه جزاء لزيزو. نمره 2 الفار بره في حكم تونسي هيثم كراوش حكم وحكم جزائري اظن. ما هو يعني ما تقلقش. يعني لا انا مش خايف على الموضوع. مين يا كابتن اسامه؟ هنشوف. ايوه صح بس انا مش قلقان. مع الفار ممكن يقول له ضربه جزاء وهو ما يحسبهاش. صحيح بس انا هنشوف احنا بس ربنا يستر. نتمنى ان هو منتخب يكون في الحاله اللي كان موجود عليها في ماتش المغرب ويكون توفيق ربنا معانا واللعيبه دي قادره انها ترجع بالكاس ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن مصطفى ابراهيم بشكرك. انا اللي بشكرك وانا سعيد جدا بوجودي مع اعلامي كبير زي حضرتك حبيبي يا كابتن مصطفى وكابتن اسلام ويمكن من يعني وفي بيتي نادي الزمالك. وطبعا انا بتمنى التوفيق لنادي الزمالك في الفتره القادمه ان شاء الله باذن الله والقادم افضل باذن الله. شكرا كابتن اسلام. كابتن خالد بشكرك وكتر خيرك انك جمعتني مع رومانيجة مصر بعد ال رومانيجا. كنت مسميه رومانيجا؟ طبعا. وانت كنت مسمي اسلام ايه؟ كابتن اسلام. كنا مسمين كابتن اسلام كنا كان في دونجا بتاع البرازيل. كنت دونجا يا اسلام؟ لا ده كابتن اسلام. يس لسه بتتكلم انجليزي زي زمان. كابتن اسلام لما كان لعيب بيلعب عليه يعني متعب. فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ ايه ده؟ كان اتفضل اختم. شكرا كابتن اسلام، كابتن مصطفى، شكرا لكل مشاهدينا المحترمين. بكره حلقه جديده من برنامج زملكاوي، تصبحوا على الف مليون خير.